تباهوا وتروونها الصباح الشهر ان شاء الله انت راضي هناك لا لا تقول اوكي شفت ناس كثيرة لأن ما يسمحون لا للإيرانيين لا للمقربين أو شعوب ثانية أو اللاجئين بس مسموح كان للسوريين وعراقيين. أنا كنت موجود وشفت ناس من مقرب من إيران يعني خيطوا حلوكهم أو انتحروا بالكهرباء قدامي طريقة سلمية عبرون عن إحساسهم عن الضغط اللي تعرضوا له من قبل أو من قبل بلادهم خوفا على حياتهم وهذا كان غلط يعني كان يعني سياسة غلط لأن اللاجي هو لاجي يعني خوفا على حياته أكيد حارب يعني خوفا من شيء ببلاده ما يقدر يرجع على بلاده من جملتهم كان صديقي هو إيراني حاول ينتحر بموس موس وأنا مسكته كان حاول ينتحر يقطع العرق شريان إيده كانت عندي كآبة كنت ما كنت مرتاح أبد ما كنت أحس بأمان أبد ما حسيت بالأمان أبد كنت خايف دائما يعني الخوف كان معي على طول يعني على طول بس قصب عنه عشان يوصل للهدف المحطة الأخيرة وهي كانت بريطانيا ف يعني قصب عنه كان يتحمل ونتحمل هذا المعاملة السيئة من قبل الشرطة الفرنسية فكانوا يدخلون على الكامب المخيم كانوا بس يخربون وكانوا يخلون رعب في قلوب الأطفال يعني والناس واللاجئين يعني يدخلون يخربون أو يسردون الخيام بالسكين يسردونها يعني وهي هاي الخيمة كانت تحمي اللاجئين يعني من البرد كان أتذكر يعني كان يجي جليد أو بفر أو مطر كان يجي مطر كثير 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 حتى المطر يدخل علينا بالخيم وصعبه يعني صعب نبقى دافين بعدين يجوا يسردون ويخربون ويشلعون الخيم من مكانها عشان اللاجئين لا يبغون أنا نفس الوقت كنت أفرح لما أشوف ناس تهتم باللاجئين يعني أشوف يعني في أمل يعني ناس عندها إنسانية يعني وهذا الشيء بالنسبة يعني الكثير بالنسبة لي شخصيا والصراحة كان إحساس وشعور حلو لما تشوف إنسان يهتم بيك معنويا وعاطفيا يعني ومعظم اللاجئين ما محتاجين أكل أو ملابس محتاجين معنويات محتاجين عاطفة حنان احترام حالتي النفسية الحمد لله شوي تحسنت يعني لأن حاليا أحس بالأمان أكثر بالأمان وهذا الشيء يعني بالنسبة لي كثير لما بعيد عن أهلك وعن كل شيء يعني أي شخص أي لاجئ ما يحب يترك البلاد ما يحب يترك المكان اللي ولد فيه وينتمي إليه هذا مو حظ بس الإنسان غصب عنه يطلع غصب عنه يهاجر خوفا على حياته